إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المؤثرات الخارجية في حياة المراهق، مثل العائلة، وممكن يلعب دور تعليم الوالدين وتثقيفهم داخل الأسرة، وأيضا التمسك بالتقاليد والحوار بين الوالدين والأولاد، وأيضا والهجرة وفقدان أحد الأبوين يمكن بسبب موت الأم أو الأب، أو طلاق أحد الأبوين ممكن يؤثر على حياة الطفل المراهق بشكل عام. أيضا تأثير الخدم أو المربيات، مربيات البيت على نفسية الطفل. أيضا البيئة خارج العائلة مثل الجيران والأصدقاء والمدرسة والمجتمع، وأيضا التحضر والنظام الصحي، كلها من الضروري تثقيف الطفل فيها. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.